إخواني أعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. صدق الله العظيم. قامت شركة سبيس إكس لتكنولوجيا الفضاء بإطلاق صاروخ سمته فالكون 9. هذا الصاروخ بيحمل مركبة فضائية بده يوصل هاي المركبة إلى محطة الفضاء الدولية. طيب شو الجديد بالموضوع؟ فيعني التنازع أو التنافس على غزو الفضاء من زمان موجود بين القوتين الدوليتين اللي هي الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية. من أول رجل طلع على الفضاء اللي هو يوري جاجارين، حتى غزو القمر أول رجل مشى على سطح القمر اللي هو نيل أرمسترونغ الأمريكي. شو الجديد بالموضوع هذا وبالصاروخ هذا والحكي اللي عملته شركة سبيس إكس؟ الجديد بالموضوع أنه هاي أول مرة شركة خاصة تكون هي المسؤولة عن إطلاق هذه الصواريخ إلى الفضاء. إضافة إلى ذلك، الصواريخ هاي يعاد استخدامها مرة أخرى، يعني في مجال الصاروخ بعد ما يوصل المركبة الفضائية إلى مدارها أنه يرجع وأنهم يستخدموه مرة ثانية بالإطلاق، لأنهم الآن بيستخدموه على قطاع استثماري وعلى هيئة استثمار. طيب مدير الشركة هذه شخص اسمه إيلون ماسك. هذا الشخص له كثير من الاستثمارات وإله رؤية مثلا بتطور البشرية. هو من وجهة نظره أنه الشركة سبيس إكس تساهم وتساعد على البشر على غزو الفضاء، وأنه الترحال بالفضاء أو التنقل بين الكواكب يصير شغلة سهلة أو شغلة متوفرة بإيد معظم الناس. طبعا ننوه لنقطة أنه كبير المهندسين والمصممين الموجودين بشركة سبيس إكس هو مهندس مصري اسمه عصام شفيق يونس من قرية اسمها عارة المثلث، وهذا الشخص أصله مصري. وهذا بدل على أن العلماء العرب كيف ساهموا في إثراء الحضارة الغربية وكيف أنهم لهم أدوار إيجابية في شتى العلوم في العالم الغربي. طيب نرجع للشركة ولإيلون ماسك. إيلون ماسك كان له العديد من الاستثمارات اللي من وجهة نظره تساهم بتطور البشرية. أهم هاي الاستثمارات شركة تسلا للسيارات الكهربائية. هاي شركة تسلا أول سيارات بتمشي قوة الكهرباء، لا بتمشي على بنزين ولا محتاجة غيار زيت ولا محتاجة أي شغلات بتحتاجها السيارات العادية. طبعا الكل بيعرف شركة تسلا ومر علينا الإشي لها. الآن هم قاعدين بيطوروا بإشي سيارات اسمها أوتو درايف، واللي ساعدهم بالحكي هذا التحديثات اللي صارت على تطبيقات الفايف جي، حيث أنه الفايف جي راح توفر سرعة إنترنت أقوى وقوة إنترنت أقوى، فبالتالي السيارات الأوتو درايف أو السيارات ذاتية القيادة راح يكون استخدامها سهل جدا بالأيام الجاية. إضافة إلى جهوده بالعملات الرقمية، يعني هو من الناس المؤسسين لموقع بيبال، هذا موقع معروف بالعملات الرقمية والدفع الرقمي، معروفة قصته لما طلعوه من مجلس الإدارة. فالآن الشخص هذا له إسهامات، ومن إسهاماته بشوف إنه في تقدم البشرية، ومن توقعاته وتوقعات الناس المختصين بعلوم الفضاء والعلوم المستقبل إنه خلال 20 سنة القادمات، العقدين القادمات، راح يكون تطور كثير بعلم الفضاء، تطور كثير بعلم السيارات. يعني الإشي اللي كنا نشوفه إحنا ساينس فيكشن أو خيال علمي راح الأيام الجاية راح نشوفه إن شاء الله حقيقة بأعيننا. شكرا لكم على الاستماع، الله يعطيكم العافية.